لا تقتصر الحفلات في لبنان على العيدين، فما بين الميلاد ورأس السنة حفلات تعكس إرادة الحياة لدى اللبنانيين. مسرح كازينو لبنان على موعد الليلة مع حفل ضخم للموسيقي ميشيل فاضل، فكيف هي الصورة مع غيدة فياض؟ غيدة، كيف الأجواء عندك؟ نعم مارلين، بأسبوع الميلاد ورأس السنة كازينو لبنان سخر كل صليته للحفلات والنشاطات من هلأ لأول السنة الجديدة، والليلة مثل ما ذكرت الليلة وبكرة المساء أيضا الكل على موعد مع ليلة على اللبناني، وهي حفلتين موسيقيتين للفنان ميشيل فاضل. مونسوار ميشيل، شو محضر لنا الليلة وبكرة؟ صراحة هو أمين محضر أكثر مني، أمين تلفن لي قال لي بدك تعمل حفلتين فانسات فانشيت بلبنان بكازينو لبنان، ورح نولع الدنيا. يعني عبالي كتير، أنا صار لي زمان مش عامل حفلات أصلا. سميتوها ليلة على اللبنان؟ هي أصلا أنا عملتها على اللبناني من زمان ب 2013 هون كمان بكازينو لبنان، سو حبيت أن يعني نعمل على اللبناني تو إذا بدك، لأن أنا باخذ الأغاني وباخذ معزوفات من باخ لموزار لمين ما كان وبعملها على اللبناني بلبنان، يعني بعمل بوزعها على طريقة جديدة، والعالم عم بتحب، يعني عم بتحب تسمع الغناني بطريقة جديدة. هاي هي أستاذ أمين، أنت نظمت هول الحفلتين، شو الجديد يلي هلا هيك سبيشال بمناسبه الميلاد وراس السنه؟ لا الجديد هو الديريكسيون ارتستيك ميشيل، بس في سيربريز حلو باخر السهره، وفي كذا جاست رح يطلعوا مع ميشيل. لا العالم رح تنبسط كثير، يعني العالم حابه بفتكر تنبسط تتسلى هالوضع. ليه اخترتوا مسرح كازينو لبنان؟ احلى مسرح بلبنان صراحه، والتعامل معهم بجنن وبدعمونا وكثير منيح. والباي ذا واي هلا بدي اعلن لك، بعدنا هلا اعلنا انه ليلتين هلا صاروا اثنيناتهم سولد اوت. اوكي، شكرا كثير لك. اذا ماريلين وماريو، هيدي هي الاجواء من كازينو لبنان، عوده لعندكم.